29 جوان 2022. في هذه الزنقة دول نوريو لكم البافي هذا اللي هو الحجرة اللي مبنية بها المدينة القديمة، وميشة ديال الحجرة العتيقة يعني الأولى اللي كانت الحجرة اللي كيما تاع الواد، وهادي لايتي رومبلاسي بار هادي. شو درك الإشكال وينو؟ الوضعية تاع الطريق كيما راكم تشوفوا مكابوسي كامل، دونك المشية فيه تكون صعيبة. السؤال وينو؟ اسكو من الأحسن إعادة ترميم هذا البافي هذا الحجر هذا، وإلا كاريمون يتغطى ويندار كيما نقولو دو بيتون امبريمي، ولا والأفكار كل واحد عنده يعني، مع احترامنا لكل الاقتراحات. كاين بلايص غطاو عليهم بالكودرون، اسكو يسمى راه خسارة هذاك الحجر يعني الطايش تما، وإلا من الأحسن يجيبوا ناس مختصين في هذه الخدمة هذه باش يعاود يرد البافي على الوضعية اللي كان عليها. يظهر لي ماشي تكنولوجيا يعني عاليه يعني لدرجه يعني ما نتمكنوش حنا منها. هذه مشكوك ولا حنا رانا في الهبطه هذه اللي تهبط السيدي بوعنبة. هذا لي كولاراغو لي ورايا. منا الخرجات تاع طريق جديدة. على المشي يعني راهي صعيبة صح، يعني يمكن تصوروا ناس كبار ولا يمشيو في الطريق هذه راهي واعرة. اسمع في كلتا الحالتين لازم تخدم. لهنا تاني ولا نهج الإخوة براما. نهر هذه الزنقة اللي يبيعوا فيها الكتابات، الكتابات القديمة يعني. شوفوا لهنا كيفها مثلا، هاي مغطية لهنا بالسيما، غطاوها يعني جوست باش الممر يكون أسهل للناس، ما يطيحوش فيه الناس، ما يتعكلوش. فوالا دونك هذه فيديو على جل البافي اللي مخدومه به المدينه القديمه. كونستانتين مافيل باج سور فيسبوك، كونستانتين مافيل شان سور يوتيوب.